ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه. وفي يوم الكرامة نقول لشهدائنا الأبرار هنيئاً لنا بكم وهنيئاً لكم بمقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعلهم شفعاء لأهليهم وذويهم. اللهم تقبل إلى أرواحهم الطاهرة ثواب الفاتحة. ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته وأسماء الشهداء وبطولاته أوسم الفخر واعتزاز يعلقها كل مواطن أردني على صدره.